اهلا بيكم في اخر فيديو عن موضوع المرونه في التعامل، وربنا يبعد عننا اي مرض او شر ان شاء الله. طيب احنا قبل ما نبتدي في موضوع الفيديو حابب بس اقول حاجه مهمه، لان في بعض الناس الحقيقه بعتت لي اكتر من مسج على موضوع ظريف جدا اللي هو ايه، ولقيت الكلام ده في الكومنتس. طب انا اتعامل مع الناس عادي، انا مش محتاج ان انا اقعد اعرف الانماط الشخصيه وانواع الشخصيات والمرونه ومش... انا بتعامل مع الناس بطبيعتي، واللي عايز يقبلني يقبلني، واللي مش عايز يقبلني هو حر عنه ما قبلني، مش كده ولا لا؟ طبعا دي وجهه نظر وتحترم، بس انا عايز اقول حاجه، ايه المانع ان احنا نبقى عارفين الادوات اللي تخلي عندنا تطوير في التعامل مع الناس، يعني مهارة التعامل بتاعتنا تبقى أحسن من الأول. بمعنى إن أنا مثلا عايز أقنع حد يكون قريب مني، زوجي، زوجتي، مديري، والدي، والدتي، أخويا، ابني، عايز أقنعهم بحاجة معينة وأنا مقرر كده، يعني أنا دماغي أو أنا المود بتاعي يهيئ لي إن أنا أعمل ده. طيب انا مش عارف اقنعه ازاي، كل ما اكلمه في حاجه يجي لي من ناحيه تانية، كل ما احاول ان انا مثلا اقنعه بجزء او بفكره معينه لا مش عارف، يعني انا مش عارف اقنعه، مش عارف اثر عليه، مش عارف يكون عندي على الشخص ده فعاليه شخصيه ان انا اقدر اقنعه بحاجه معينه في دماغي او بموضوع معين بفكره معينه. طيب احنا هنا حضرتك لو عارف الشخصيه دي وعارف تعرف هتعرف مفاتيحها وهتعرف مداخلها منين واحتياجاتها ايه عشان تعرف تقنعها. بس ده مثال صغير جدا على ازاي ان احنا يعني نتعامل مع الناس او ايه الفايده اللي هتعود علينا لما نعرف الكلام ده. الموضوع التاني او الحاجه التانيه، عامه اي برنامج تدريبي او اي حاجه الناس بتقولها سواء من عندنا احنا اللي بنقولها او اي حد تاني، اي حد بيقول عن التنميه البشريه، عن اي موضوع كان، التدريب يا جماعه او تطوير التطوير ان احنا نطور نفسنا او اي تدريب احنا بناخده، هي الفكره ان هي عارفين زي النور، يعني زي النور كده اللي بينور لنا الطريق، احنا كده كده ماشيين، احنا كده كده بنتعامل مع الناس. طيب انا ممكن اوصل من غير نور، يعني انا ممكن اوصل وممكن لا قدر الله اعمل حادثه اتخبط ما اعرفش اوصل، ممكن اروح لطريق تاني خالص مختلف عن الطريق، يعني احيد عن الطريق الرئيسي اللي انا المفروض اروح منه، او ممكن اروح من طريق اقعد فيه 3 ايام بدل ما امشي من الطريق الرئيسي اللي انا هقعد فيه يوم واحد، هوصل فيه في يوم واحد مثلا او في ساعه واحده، لا انا هاخد طريق تاني ممكن يوصلني برضه بس هيوصلني بعد 3 4 ساعات. ف انهي احسن؟ ابقى انا ماشي وفي نور والنور قدامي كده، طريق مليان نور وشايف الطريق ماشي ازاي واعصابي هاديه وانا ماشي في الطريق وصلت للهدف او الديستنيشن او المنطقه اللي انا عايز اوصلها وانا اعصابي مرتاحه وايه وشايف الطريق وتمام مفيش مشاكل، ولا ان انا هوصل للطريق برضو ده اذا وصلت، ده اذا وصلت هوصل للطريق ده برضو بس هاخد وقت اكتر، هاخد مجهود اكتر، اعصابي هتتعب اكتر، حاجات كتير. فدي كلها ايفورتس او دي كلها بنقول عليها يعني اسيتس احنا بنصرفها، احنا بنطلعها من عندنا بزياده. طب انا ليه انا يعني استخدم الريسورسز بتاعتي او الموارد بتاعتي وانا في حين ان انا ممكن ان انا لو اتعلمت اكتر او لو عرفت المعلومه المعينه دي اكتر هتوصلني للمكان اللي انا عايزه او لهدفي بصوره افضل بصوره اقل. ده ملخص الكلام عشان ما اطولش عليكم، يعني هنحاول ان احنا برضو نشرح الموضوع ده باستفاضه، بس لان انا الحقيقه جات لي اكتر من شفت اكتر من كومنت عليه وجات لي اكتر من رساله على الموضوع ده، فحبيت ان انا يعني نناقشه مع بعضينا كده في بصوره مختصره. يعني نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو مهم برضو، جزئيه اخر فيديو على موضوع المرونه في التعامل اللي هو اخر جزء اللي بيتكلم على الكومبتنسي او الكفاءات او الكفاءه. هنفكركم احنا كنا قلنا في الموضوع المرونه في التعامل ثلاث فيديوهات وده الرابع. الفيديو الاول كان عن ازاي ان احنا نحسن الصوره بتاعتنا او الايمج بتاعتنا لما بنتعامل مع الناس
عشان ده برضو من عوامل ان انا بحسن او بطور مهاره المرونه في التعامل. الفيديو الثاني كان على موضوع النوليدج، او ان احنا ازاي ان احنا نحسن مع يكون عندنا معرفه معينه بالناس بصوره او باخرى عشان اعرف ان انا اتعامل معاه، لازم اكون عارف الشخص اللي قدامي. الفيديو الثالث اللي اتكلمنا فيه مؤخرا على موضوع الكوميونيكيشن او التواصل، وقلنا ان احنا هنتكلم على موضوع التواصل ده بصوره يعني كامله وتفصيليه ان شاء الله خلال شهر رمضان كله. اخر فيديو اللي هو هيبقى النهارده موضوع الكومبتنسي او الكفاءه. والحقيقه في ناس بتخلط ما بين الكفاءه والمهاره والمعرفه والمبدا. في بعض الناس اعتقد الناس اللي اشتغلت في شركات وبالذات اللي اشتغلت في الاتش ار اكيد يبقى عندها فكره عن الموضوع ده، فاحنا هنشرحه برضو للناس اللي هم يعني بعاد شويه عن موضوع الاتش ار او الموارد البشريه او يعني ما عندهاش فكره عن القصه دي، فاحنا هنشرحه بصوره مبسطه عشان هنقول علاقه الكلام ده ايه بالمرونه وبالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. النوليدج او سوري الكومبتنسي الكفاءه هي في بعض الناس بيقولوا عليها كي اس اي، او مش كي اس اي بتاعت السعوديه، لا هي كي اس اي اللي هي نوليدج سكيلز اتيتيود. يعني الكفاءه عباره عن الثلاث حاجات دول، النوليدج المعرفه والسكيلز المهاره والاتيتيود المبدا. فهي النوليدج او سوري الكومبتنسي الكفاءه هي مجموع الثلاث حاجات دول. لو انا عندي ثلاث حاجات دول مع بعض، نوليدج بتاعتي الليفل مستواها ايه، السكيلز بتاعتي او المهارات بتاعتي مستواها ايه، ومبدئي في الحياه موجود عمل ازاي ان انا استخدم الحاجتين دول. وهنضرب مثل صغير قوي بسيط علشان يفهمنا الفرق ما بين الاربع حاجات دي. العربيه السياره اللي احنا بنسوقها، العربيه عباره عن هي عندهم اربع عجلات، في عجلتين ورا اللي هم اللي بيمشوا يعني ما بيبقوا مسؤولين عاده على جر العربيه او سرعه العربيه، وفي العجلتين الاماميين اللي هم بيبقوا مسؤوليتهم الاكبر اللي هي الدايركشن او توجيه العربيه. مظبوط. وبرده هم بيساعدوا على ان العربيه تمشي، يعني هم بيساعدوا العجل اللي ورا في الموضوع ده، لكن هم اكتر مسؤولين على التوجيه. خلاص. فهنقول ان النوليدج عندنا هي بالظبط العجلات الخلفيه بتاعت العربيه، هي اللي مسؤوله على مشي العربية. يعني هي من غيرها هتبقى صعب ان العربية تمشي، يعني مش هينفع. طيب هل بالسكيلز اللي هي العجلة الامامية من غيرها العربية تقدر تمشي؟ هتمشي، بس هتمشي في اتجاه واحد، مش هتعرف تتحرك او تروح اماكن تانية. ايه الحكاية؟ انا دلوقتي عندي معرفة، انا عندي والله عارف ان اعرف ان الانماط الشخصيه، عارف ان في حاجه شخص قيادي، وعارف في حاجه اسمها شخص تحليلي، وعارف ان في حاجه اسمها شخص ودود و و و. طيب انا عندي معرفه اهو، انا عندي معرفه عارف الكلام ده. طيب اطبقه ازاي؟ طريقه التطبيق، هل انا بطبقه صح او اعرف اطبقه في كذا موقف؟ هي دي المهاره. فالمهاره هي تطبيق المعلومات او تطبيق النوليدج. فهي بالظبط نفس فكره ان العجله الاماميه، العجلات الاماميه، ان انا بقدر اوجه يمين او شمال على حسب الطريق بتاعي. يعني يبقى عندي فليكسيبيليتي او عندي مرونه ان انا ايه، ما ينفعش ان انا العجله الاماميه دي يا جماعه هي المهاره، هي بالظبط ان انا عندي مرونه في وقت في طريق او انا بتعامل مع الناس، بكون بكسر يمين بكسر شمال، فالاتجاهات عندي بتبقى على حسب الطريق اللي انا ماشي فيه. مظبوط. هو نفس الكلام اللي بيحصل في التواصل او بيحصل في مهاره المرونه في التعامل اثناء التعامل مع الناس او اثناء التعامل مع المواقف. ان في بعض الاوقات انا بضحك، وفي بعض الاوقات انا بكشر او بتضايق او بزعل او بعيط او whatever، فانا عندي ردود افعال مختلفه. هي دي بالظبط الدايركشنز، هي دي العجلات الاماميه اللي موجوده عندنا في حياتنا، ان احنا بنغير الاتجاهات بتاعتنا او سلوكياتنا بناء على الموقف او على الشخص اللي انا بتعامل او بتعامل معاه. تمام كده. فنرجع تاني لموضوع الكومبتنسي، فهي العجلات الاماميه هي المهاره. خلاص. طيب ايه حكايه الاتيتيود في الموضوع؟ الاتيتيود طريقه السواقه بتاعتي بقى، هل انا بسوق بعشوائيه شويه، هل انا بسوق
باتزان، او ما بروحش للمخاطر، ما بروحش للريسكس، او هل انا لا عندي ريسكس ودايما باخد غرزه هنا، او اخد مش عارف ايه، او اطلع من العربيه دي، او اطلع مش عارف من اللين ده، او اطلع مش عارف ايه، او اسوق بسرعه، او اسوق. بس في هنا بقى فرق، صح؟ يعني في الفكره ان انا ممكن اسوق بسرعه جدا واخسر حاجات كتير، وممكن يوصلني اسرع، صح؟ طيب هل السرعه بتاعتي مناسبه للمكان اللي انا رايحه وللطريق اللي انا ماشي عليه؟ يعني مكتوب مثلا 120 الماكسيمم، هل انا بسوق على 60 ولا بسوق على 140 ولا بسوق على 180 ولا بسوق على 120؟ يا رب تكون وصلت الرساله اللي انا عايز اقولها. فهي يا جماعه الفكره الاتيتيود هنا، طريقه السواقه بتاعتك، طريقه معالجتك للامور، مبدأك في الحياه وانت ماشي في حياتك، وانت ماشي في الطريق بتاعك ماشي ازاي، ماشي بانهي مبدأ. فهما احنا قلنا ثلاث حاجات مهمين جدا: النوليدج، المعرفه، المهاره اللي هي السكيلز اللي هي تطبيق المعرفه، والاتيتيود المبدأ، ازاي انا بوجه الاثنين دول وبانهي مبدأ في حياتي. هو ده الاتيتيود، في الحالتين هيوصلوا. الثلاثه دول لو انا عملتهم صح يبقى انا كده بطبق الكفاءة بتاعتي، او الكفاءة بتاعتي، او الكومبتنس بتاعتي، بيبقى الليفل بتاعها او المستوى بتاعها مناسب للحدث او للمكان او للشخص اللي انا بتعامل معاه. دي باختصار الفرق ما بين الاربع حاجات. فالكومبتنسي او الكفاءة هي عبارة عن الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم: نوليدج، معرفة، سكيلز، مهارة او مهارات، واتيتيود مبدأ. الثلاث حاجات دول مهمين جدا لو انا عندي ومناسبين ولازم اشتغل عليهم واطورهم، ساعتها انا هعرف اتعامل مع الناس. فيا جماعه موضوع الكفاءات دي مهمه جدا، لازم ان انا اشتغل عليها، لازم ان انا اطورها. وقلنا زي ما قلنا ان التريننج او التدريبات اللي انا باخدها او ان انا بتعلمها هو نور العربيه، خلينا نقول عليه نور العربيه اللي بينور لي الطريق اللي انا ماشي فيه. من غير النور بالليل انا مش هعرف امشي، انا مش هعرف، يعني مش هعرف ان انا اوصل طريق، ممكن اوصل بس من غير نور، يا وصلت يا ما وصلتش، انا وحظي. فيا جماعه النور بتاع العربيه هو ده اللي بيمثل التدريب او التريننج او التطوير اللي انا بشتغل عليه بدربني. طبعا انا حر، ممكن اخد تطوير ادرب نفسي، ممكن اتعلم، او ممكن يعني اخد تريننج او اطور نفسي ولا لا، براحتك مفيش مشكله. بس حاول تمشي في يعني على قد ما تقدر، كل ما هتطور نفسك كل ما طول ما هتبقى ماشي وانت كاشف الطريق قدامك وانت ماشي في حياتك، وهتعرف توصل لطريقك باقل ايفورت او باقل ريسورسز او باقل انك تصرف ريسورسز من حياتك كتير، زي الايفورت، زي الوقت، زي راحه البال، زي العصبيه، او يعني المود اللي مش كويس، حاجات كتير. كل التريننج هنا هيوفر لك الحاجات من الحاجات دي. طبعا واحنا متضايقين واحنا بنبقى تنشن على قد ما بنقدر، ما بنعرفش نستخدم الكلام ده، والكلام ده عادي. مش معنى ان انا عرفت، كان عندي النوليدج، كان عندي السكيلز، كان عندي الكومبتنسي وما عرفتش اعمل الكلام ده، مش معنى كده ان انا فاشل، او ان انا عندي مشكله، او ان انا مش محبوب، او ان انا او لا، معناها ان انا في الوقت ده بس مش هقدر ان انا اطبق الكلام اللي انا عارفه ده، او اللي انا اوير بيه، على وعي بيه يعني. بس انا في المرحله الحاليه النفسيه دلوقتي عندي مشكله، ما عنديش، مفيش مشاكل. بس اهم حاجه احسب عدد المواقف اللي انت بتتعامل فيها. هل النسبه الاكبر ان انت مش عارف تتعامل، ولا النسبه الاكبر ان انت بتتعامل بس عندك اكسبشن، او عندك اوقات معينه او مواقف معينه صغيره مش نسبتها كبيره في حياتك هي دي اللي فيها مشاكل؟ يبقى انت تمام. كلنا عندنا مشاكل، وكلنا عندنا ناس ما بنعرفش نتعامل معاهم، وكلنا عندنا مواقف ما بنعرفش نتصرف فيها، عادي جدا. بس هي نسبتها قد ايه في حياتنا؟ احنا على قد ما نقدر ان احنا بنشتغل ان هي تبقى اقل ما يمكن في حياتنا. يا رب ما اكونش طولت عليكم، ومعلش انا اسف الفيديو كان طويل شويه بس كان مهم. ان شاء الله هيبقى في لينك في الفيديو اللي موجود تحت عشان بس الناس اللي حابه تشترك معانا في موضوع الاونلاين كونفرنس ده، او المؤتمر ان احنا نشتغل فيه، عن نتكلم فيه مع بعض. لو حد حابب يقول اي حاجه، حابب يناقشني في اي حاجه، حابب ان هو يستفسر عن اي حاجه بخصوص الفيديوهات اللي فاتت،
او حتى كمان حابب ان هو يقول لنا او ينصحنا نتكلم على حاجات معينه الفيديوهات جايه ان شاء الله. هيبقى المؤتمر خلال الاسبوع الجاي وموجود فيه اختيارات هتلاقوها في الفورم او في النموذج، اكتر تصويت على ميعاد معين ان شاء الله هو ده اللي يعني هنعلم فيه الميعاد بتاع الكونفرنس. ف منتظر ان شاء الله تفاعلاتكم على الموضوع ده. الموضوع التاني موضوع قصة برضو جاي حد سألني ازاي اتفاعل مع الصفحة او ان انا اشوف الفيديوهات اللي جاي كلها. حضرتك بتعمل فولو او لايك للصفحة دي بتاعت الفيسبوك اللي احنا بنحط عليها الفيديوهات، او ان هتلاقي في اللينك فوق في الصفحة دي رابط خاص باليوتيوب تشانل او قناة اليوتيوب. حضرتك بتفتح القناة دي وبتعمل حاجة اسمها سبسكريبشن وبتدوس تقريبا على الجرس او حاجة زي كده علشان يجي لك الفيديوهات اللي جاية، يعني عشان اول ما فيديو ينزل حضرتك ان انت بيجي لك نوتيفيكيشن او بيجي لك اشعار ان في فيديو نزل فبتتفرج عليه. تاني معلش اسف ان طولت عليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشكرا لكم.